يواصل وفد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مع جمعية هذه هي البحرين زياراته في العاصمة الأمريكية، حيث زار مقر المركز البهائي الرئيسي في واشنطن. وقدم أعضاء الوفد برئاسة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء المركز شرحا وافيا عن التجربة الواقعية للتعايش الديني والثقافي في مملكة البحرين وعن حرية العقيدة والمذهب وممارسة الشعائر المرتبطة بمعظم الأديان العالمية التي وجد رعاياها منذ قديم العصور على هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة من أمن وأمان وتعايش وسلام ما لم يجدوه في أكبر دول العالم. وقد أشارت السيدة بيتسي ماثيسون رئيسة جمعية هذه هي البحرين إلى أن عالم اليوم لا يحتمل أن تبقى فيه الأبواب مغلقة على براثن الكراهية والنزاعات الطائفية المغذية للإرهاب، ونحن في مملكة البحرين نسعى وبكل جهد إلى نشر فكر جلالة الملك المفدى المستنير في أهمية إيصال التجربة البحرينية في التعايش والسلام إلى العالم، فما ننعم به من قيادة حكيمة وتشريعات وقوانين عادلة جعلت الحقوق والفرص متساوية أمام المواطنين من كل الأعراق والعقائد ومن رجل وامرأة في نموذج فريد تشرئب له الأعناق بالفخر والإعجاب وبالرغبة في التعرف عليه أكثر. من جانبهم أبدى مدير الشأن العام للطائفة البهائية في الولايات المتحدة الأمريكية أبدأ إعجابه الشديد بمبادرات جلالة الملك المفدى في التعايش السلمي، أبرزها إعلان مملكة البحرين وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا العريقة الإيطالية، كما عبروا عن انبهارهم بعدد دور العبادة المختلفة لغير المسلمين في بلد عربي مسلم، كما وطال هذا الانبهار تنامي مشاركة المرأة البحرينية في المجتمع بشكل رأسي على خارطة الفرص والوظائف. كل ذلك يجعل من مملكة البحرين نقطة للارتكاز في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تحديدا. كنا على دراية منذ زمن بعيد بموقع البحرين المميز التي تحتضن العديد من الأديان على أرضها ويعيشون في تلاحم وأمن، ونحن أيضا على دراية بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وسعدنا أيضا بلقائه شخصيا، وهناك الكثير ممن استفادوا من هذا المشروع. لذلك نحن نؤمن باتحاد الأديان في العالم، ولا يوجد شيء يشرفنا أكثر من الزيارة التي قام بها وفد مملكة البحرين. أعتقد أن كل المجتمعات التي يوجد بها أديان مختلفة تؤثر إيجابا على المجتمع ككل، لذلك أرى أن مختلف الأديان تعامل بصورة حسنة في مملكة البحرين، وأعتقد أن ذلك أمر رائع يجب التشجيع عليه، وأتمنى أن تتخذ باقي الدول مملكة البحرين كمثال يحتذى به.